يا حبيبتي. هتقضيه مع مين يا جورج؟ ما انت عارفه لئيمه. هو ايه ده اللي هتقضيه فين؟ جريه صفرة خضرة يا معلوله انت، يعني شكل فراخ الجمعيه. طبعا هقضيه مع ام بناته. طبعا طبعا طبعا. ده ايه ده؟ انا حلاوتهم يا اخويا، اول ما اخدك انا اللي لادي. طبعا انا اللي جديدي، وهيدا حقي جوجو ولا شو؟ طبعا نعم جرايا يا راجل ناقص. هو كله طبعا طبعا طبعا، دي بتاعت انا ام بناتك. طبعا لا يا حبيبتي، ده كان زمان وجبر، الدنيا اتغيرت. طبعا احسن شي نعمل توست. طبعا توست ايه وجبنه وسبيت ايه؟ توست فيك التوس ده لما نبقى اتنين، انما احنا تلاتة. ايوه صح، مش طبعا. خلاص يبقى احسن حاجة نعمل كله بامية. طبعا اخيرا يا جوجو صرنا لحالنا. ايوه حبيبتي، شفتي بقى فايدة كله بامية؟ تعا حبيبي نرجع نعيش في بيروت من اول وجديد، هيدي كانت احلى ايام. بشرفك مش تحبي تعيش معي انا؟ بشرفي طبعا، هذه ايام تتعود يا حبيبتي. تعا حبيبي حدي شوي. هاوي هاوي. ايه ده انت رحتي فين كده توقعي من على السرير؟ اقول لك تعالي حد انا. الله كده نافع ولا كده نافع؟ ازاي تخشوا علينا اوضه النوم واحنا لابسين هدومنا؟ بتعملوا ايه هنا؟ نعم بنعمل ايه؟ جاي دفع عن طبعا بتاعتي. بقى انت يا حبيبي عايز تسافر تعيش معاها ببيروت مش كده؟ طبعا طبعا مش معقول هتسيبونا مربوطين كده. لا طبعا هنسيبكم مربوطين كده. ايوه اضرب المربوط يخاف السايب، خليك بقى شو بو والصح تدحن بو. تصبح على خير. عايز اقول لك حاجه. شو؟ شو ايه؟ مع كيدهم وحلاوتهم مش هتقدر تغمض عليك. هلا 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 ويا اخت اسمالا، على فين العزم يا ابو البنات؟ خير يا حبيبتي، اصحى لي ميعاد مهم مع المحامي بتاعي. المحامي بتاعك؟ أيوة. طب يا حبيبي سلمنا على المحامي بتاعك. سلامتك يا روحي، بالسلامه يا ابو البنات. تمام يا مامي، مش فاضل غير اني امسك الكاسيت ده احطه لها في الحمام عشان هيقلها لها جو. تمام، بس بقول لك يا ماما اوعي البت دي تطب علينا كده ولا كده، لازم تنبهيني تتصرفي تعملي اي حاجه. ما تديني المصيبه دي اضربها في راسها وخلص عليها احسن. معلش يا كبريخ، عليها عليك انت المره دي. ها طيب هفتح عليها زي الفناجل كده. ماشي يا مامي عن اذنك. اتفضلي. قال شو بو والصح تدحن بو. صارت لونها احمر. ايه ده؟ ده ايه وده ايه وده ايه وايه ده؟ ها وده ايه وده ايه؟ ماما ايه ده يا اختي؟ تافيل فين دي؟ الصين؟ جولي انا عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا. انا مش عايزاكي تخافي ولا تقلقي، احنا البيت هنا فيه شويه عفاريت بس قليلين خالص، بس عايزه اقول لك ان هما فيري كيوت، يعني ما بيأذوش خالص. هتصحي بس تلاقي كام كدمه كده، على كام خبطه كده، على كام خربوش كده، يعني ممكن تصحي مثلا من الخضه تلاقي شعرك كله بيرد فجاه. هي مش عايزاكي تقلقي خالص. بي كول. اي نو اي سي اي فيتامين سي اولسو، زي ما قالت لك بنتي. الله مالك يا بنت بتتنبض ليه؟ ايه اشمعنى دلوقتي بتتنبض؟ بتتنبض شويه عفاريت؟ ده انت خدت العفريت الكبير بتاع البيت. سحانفي. لا لا انا مش ممكن اعيش بعيده البيت. احسن برضه في داهيه تاخدك داهيه لا ترجعك. هو ده اللي احنا كنا عاوزينه. انطلق انتشري. حلاوتك يا كيداو. حبيبه قلب امك، هو ده اللي احنا كنا عاوزينه. عفاريت ايه بس يا جولي؟ دي تلاقيها حركه من حركات كيداهم وحلاوتهم علشان يطفشوكي بالفيلا. معقول؟ ما
معقول انت هيك يا جوجو مجوز ريا وسكيني؟ ريا وسكيني؟ يا ريتني اتجوزت ريا وسكيني، ده انا متجوز اتنين ريا وسكيني بالنسبه لهم فيلم كرتون. والله انا خايف ينطوا لك من السقف ويعملوا الرجل الوطواط. اهلا اهلا يا تسنيم. ازيك يا اكبر؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. معقوله انت اللي بتفتح الباب بنفسك؟ اعمل ايه بقى يا ستي، ام وداد تعبانه ونامت من بدري وصابر راح يشتري سجاير وزمان وجاي. اتفضلي اتفضلي. قولي لي بقى تشربي ايه؟ لا ميرسي ولا حاجه. لا ميرسي ايه، انت فاهمه ان انا ما اعرفش اعمل لك حاجه تشربيها؟ لعلمك بقى انا استاذ في الكوكتيلات وفاجئ كمان وهايل في الطبيخ. ده انت على كده بقى متعدد المواهب يا حبيبتي. اي حد عايش لوحده لازم يبقى شاطر في شغل البيت. بقول لك ايه، دقيقه واحده وهعمل لك كوكتيل ما حصلش. طيب اما نشوف. تغيري يا حبيبتي. اهلا يا بابا. ايه تسنيم اتاخرتي كده ليه؟ ابدا يا بابا سلامتك، انا تعبانه شويه. تحب اجيب لك دكتور؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك لي، انا هدخل اوضتي وهبقى حلوه دلوقتي. ماشي يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي. ودي مالها دي؟ الظاهر مرهقه من الشغل. وحضرتك بقى عايز تجيب لها دكتور عشان بسلامتها مرهقه؟ تحب نسميه دكتور ايه؟ تخصص ارهاق؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا يهدي يا سهام. حرام انت غلبان صعبان علي، متجوز واحده مجنونه. سهام بقول لك ايه، بلاش قرف وتمسي وقولي يا مس. مساء الفل يا نونو. اهلا يا حليم وتفضل. ها اخبارك؟ الحمد لله احسن كتير. انت مش متخيل كلامك ليا ونصايحك فادوني قد ايه وريحوني قد ايه. بجد انا متشكره قوي ليك يا حليم، انت خليتني اشوف الدنيا بشكل مختلف. والله انا سعيد ان انا بسمع منك الكلام ده قوي. اهو كده اللي يبيعك بعيق وكسبي فيه كمان. اكسب فيه؟ حلو قوي اكسب فيه دي يا حليم. امال الله ليه تخسري طالما ما عملتيش حاجه غلط وهو اللي عمل؟ بس انت عارفه بقى هتكسبي ايه؟ ايه بقى يا حليم؟ تكسبي ان محدش يعرف يضحك عليكي بعد كده، ولما تيجي تختاري تختاري اللي بيحبك او ربنا بيحبك، ويا ريت تكون انت كمان بتحبي. ايه الكلام الكبير ده يا حليم؟ ده انت على كده بقى طلعت فيلسوف. اصل انا غاوي قرايه مجلات وجرايد، ثقافه عامه يعني. ياه ده انا كنت واخده فكره غلط عنك خالص. انا دلوقتي عرفت ليه ابتسام اختارتك واتجوزتك. عظيم، حس كده بقى ليك عندي خبر، بس انا مش عارف اذا كان هيزعلك. انا شايف انه المفروض يفرحك الحقيقه ويخليك ترمي كل اللي فات ده ورا ظهرك، وزي ما فهمتك اللي يبيعك بايه وكسبي فيه. بجد يا حليمو؟ طب ايه الخبر ده؟ طمني. هو الخبر في الجرنان داون، بس انا ما كنتش عايز اوريهولك الحقيقه يعني. بس قبل ما تشوفيه وعديني انك ما تزعليش، لازم توعديني. اوعدك، وريني بقى الجورنال. خير يا حليم؟ وعد الحر دين عليها ستنا. مش فاهمة قصدك. وانا مش كنت وعدتك قبل كده ان انا اخلص من موضوع نقل المحل والوصايه وافضلك؟ حصل يعني. خلاص نويت تشتغل معايا عشان نخلص من الولية السو اللي قعدنا في البيت دي؟ الا نويت، وانا ينفع اسيب طار اختي؟ ابدا، دي حرقت قلبي عليها. وانا كمان جاهزه يا حليمه.
بس انا عايزه شغل ايه؟ ما فيهوش غلطه واحده، شغل اللي هو هتشوفها ستنا. ده انا في دماغي شويه تفانين، انما ايه، هتخليها عبره وهتشفي غليلي وغليلك ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا حليمه، الوليه دي ما كفاش كل اللي عملته فيا. قال على راي المثلي، اتحرق الوش والقفا والعدو لسه ما اشتفى، لكن ورحمه امي ورحمه امي ما هعتقها. سعيد مية مسا يا اللي في القلب متأسسة. يسعد مساك يا سعيد. بقولك ايه، ما تلبسي وتحصليني على الناصية. ليه خير، في ايه؟ عايزك في موضوع في اي بي. حصل ايه يا سعيد؟ خير ان شاء الله، البسي بس وحصليني. عايزني في ايه يا سعيد؟ قصر. اصل انا مش عايز اخش عشان كلام الناس ولوم العزال وشطارة الشيطان. طب يا اخويا انزل انت وانا هحصلك واجي وراك. اكبر وسيطر. يا خويا الراجل ده عايز مني ايه؟ بقول لك ايه عليا، احنا لازم نتجوز خلاص بقى، لازم. الله يجازي شرك يا سعيد، بقى انت يا راجل مجرجرني وجايبني على ملا وشي عشان في الاخر تقولي نتجوز. الله، هو موضوع الجواز ده مش موضوع مهم ولا ايه؟ موضوع مهم وكل حاجه، بس ايه يعني اللي زاد علينا اليومين دول عشان نتجوز؟ اللي زاد ان انا اتعرفت على جماعه اصحابي معاهم قرشين كويسين، هشاركهم في مشروع وهجيب لنا قرشين كويسين قوي، هتجوزك وعيشك عيشة زي الفل ونسيطر بقى. اخصى عليك يا سعيد، بقى انا يا راجل كنت مستنية منك فلوس، ده انا كلها معاك بدقة. يا سعيد يا سعيد، جوز البت هيعايرها ويقول لها يا لومك راحت اتجوزت. ايه اللي بتقوليه ده عليا؟ هو اللي انت هتعمليه ده عيب ولا حرام؟ ولا عيب ولا حرام، بس انت عارف الست لما بتسيب جوزها الناس بتقول عليها ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، مش احسن ما تمشي في البطال؟ بطال؟ الله يجازيك يا سعيد، اه ده اللي كان ناقصني. قلتي ايه يا قلب الفؤاد؟ سيبني افكر. الا انت لسه هتفكري؟ يا عليا العمر لحظة، اللي راح من العمر كتير، ما فاضلش خلاص. وبعدين يا سعيد الموضوع مش بسيط، الموضوع كبير قوي، انا عايزة ارفع راس البت قدام جوزها وقدام الناس. هترفعها بعون الله. شفت بقى يا اما، شفتي اهو، اول ما حطينا الاساس الزباين بدات تهل وبعنا اول شقه والعماره هتصرف على نفسها. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. بس قولي بقى، انت برضه مش ناوي تقول لمراتك؟ بص يا اما، سناء طيبه وجدعه وكل حاجه، بس بامانه انا ماشي بمبدا اسمه داري على شمعتك تقيد وداري على فرختك لحد ما تبيض، عشان ربنا يكرمك. مش عايز مشاكل يا اما. لي على مضاد حيوي وقال لي اجي كل 3 ايام عشان اغيرك. طيب يا حبيبي، طيب. انا هموت واعرف بس سعيد ده كان عايز يقتلني ليه؟ ولا جايز كان عايز يقتلك انت؟ ده انا اللي هتجنن، ده انا اللي برج من دماغي هيطير. سعيد يعمل كده؟ ده انا كنت مملاه على نفسي كلي على يا نهار. ايه ياما، في ايه بس؟ الشحنه. ايوه. طيب استاذ وكلني ابعت حضرتك. حاضر، جاي حالا. شحتة، اوعى بقك يتفتح بكلمة واحدة، سعيد ده انت ما تعرفوش خالص، فاهم ولا لا؟ بقى انت عندك جيم وتاركني هيك اعمل تمارين الصبح بالجنينة واقع وتنكسر اجري؟ سلامة اجرك يا حبيبتي، عندك الجيم روح اعملي فيه اللي انت عايزاه، بس خلي بالك من مقالب كيداهم، اه ممكن تركبك على آلة بايظة تطيري تقعي تكسر اجرك. اوكي، اعطيني هلا شي 2000 دولار. 2000 دولار، 12,400 جنيه ليه يا حبيبتي؟ بدي اجيب ترينج سوت. ترينج سوت؟ 12,400 جنيه؟
ده الفريق الاولمبي كله بالحكم بهنا رمزي كتير عليهم 12000 جنيه و4 جنيه. شو صار لك يا حنفي؟ انت مستكتر علي المصاري وانا اللي انقذتك من 10 سنين حبس؟ لا لا يا حبيبتي، مقصودي انا قصدي اقول ان 12000 جنيه و4 شويه عليكي، قول يا دوبك يجيبوا شراب. انا مش فاهم بس يا اما ليه ما خلتنيش اجيب سيره سعيد؟ يا ابني يا حبيبي يا قلبي افهمني، احنا مش عايزين ندخل في سين وجيم، سيبني انا اعرف واتقص واعرف ايه الحكايه ومين اللي ورا سعيد. هتعرفي منين بس؟ ده شغلي يا شحته، شغلي يا حبيبي. دلوقتي انت تعالى اوصلك تروح تستريح، الباب لو خبط عليك ما تفتحش لما تعرف مين اللي ورا الباب، مين اللي جاي لك، فاهم؟ ومن بكره هدور لك على شقه تانية عشان تنقل فيها. يلا يا حبيبي يلا يا دلوقتي. يلا يا حبيبي. اللي خرج كده سعيد الكلب. لا ما بدهاش بقى. مغلق؟ ما كنتش قبض عليه؟ لو النبي يا رب استرها. في يا كيداه مالك؟ ايه اللي مالي؟ مالي؟ طب مالي وانا مالي بالاحزان وانا مالي؟ لا ما صوتش حبيبتي، قصدك رايحه جايه رايحه جايه زي ما تكون تلميذ غايب سقط في الثانويه العامه ومستني النتيجه. يا اخويا تلميذ ايه ونظره ايه؟ ده انا طالبه رحمه راس دريبري جايه لي دلوقتي. يا حنفي مالك بتوحوح ليه؟ يلا بينا. ايه دي؟ يلا بينا في ايه؟ الجنينه. جنينه ايه يا راجل يا مراهق انت؟ نقعد في الجنينة ونبص على القمر. حاضر، انزل انت يا حبيبي، انزل يا ابو البنات هغير هدومي وحصلك. انزل يا غضب. الباقي في حياتك يا علي. في مين يا حلاوته؟ في حبيب القلب سعيد الميت. اهو بقى ميت بجد. انت بتقولي ايه؟ ايه؟ سعيد مات؟ سعيد مات بجد يا حلاوتهم؟ وانت هتحصليه. انت جننتي ولا ايه يا حلاوته؟ انت بتعملي ايه؟ دفعوا لي كام يا زباله يا الممت السجون؟ انطقي كلامي قبل ما اخلص عليكي، انطقي. مين دول اللي دفعوا لي؟ انت جيتي حبيبي؟ ايه ده؟ يا لهوي، في ايه يا شحته؟ ايه اللي حصل؟ احمد ربنا انا ما كنتش هتشوفيني، كنت هتيجي تستلميني مشروعة زينو. يا اخي حرام عليك بعد الشر، فهمني ايه اللي جرى. طب اقعد بس وارتاح كده اخد نفسي واقول لك على كل حاجه. طب تعالى. انا مش قادره اصدق ان سعيد يعمل كده. وقال ايه؟ بيعمل مشروع مع اصحابه وكان عايز يتجوزني. قدروا يشتروه بالفلوس ولاد الهرمه. الله يسامحك يا سعيد، بس اقصى عليك يا حلاوتهم. انت تشكي فيا يا اختي؟ ده ولا على رقبتي بعملها. قولي لي كنت اعمل ايه؟ انا برج من دماغي كان هيطير، كنت هتجنن. المهم دلوقتي قومي معايا تعالي علشان نروح نشوف الزفت ده شايل الصور والتسجيلات فين. قومي يلا معايا. يا سلام، ايه حلاوته؟ ده انا طول عمري بقول عليك ذكيه يا اختي، وانت فاكره انهم هيسيبهم لحد دلوقتي؟ اكيد خدهم وادهولهم. يعني ايه؟ انا خلاص ما بقتش ماسكه حاجه على كيدهم؟ يعني بقيت تحت درسها؟ لا يا حلاوته، ما تقلقيش على صاحبتك عشان تعرفي مقامي كويس. يعني ايه رسيني؟ يعني الصور والحاجه معايا. ازاي؟ حاول. فاكره اليوم اللي انت جيتي امنتيني فيها على الحاجه؟ ساعتها قلت لسعيد شوف لي مكان اخبي الحاجه فيه، ونزلت انا لوحدي وعملت نسخه وخبيتها عند بنتي في البيت. عفارم عليك يا عليا، ده انا لو اختي شقتي ما تعملهاش. انما قولي لي انت عملتي كده ليه؟ كنت شاكه في سعيد؟ سعيد؟ ده انا كنت واثقه منه مليون في المليون. بس على راي المثل، حرس ولا تخوى، واللي حسبته لقيته. حاجة كده جاتلي من عند ربنا، قالت لي اعملي نسخة وخليها معاكي. بس برضه لازم نروح المكان اللي انتوا خبيتوا الورق فيه عشان نتأكد ان سعيد خد الورق من هناك. ليه تاني؟ عشان نبقى متأكدين ان كيداهم هي اللي ورا عملية قتل شحتة. يا ستي هيكون مين غيرها يعني؟ اتفضلي يا حبيبتي، حاجتك هي كامله، شوفيها.
جت سليمة. دلوقتي احنا اتأكدنا ان سعيد هو اللي سرق الورقة. دلوقتي اكيد كيدهم هتزن على حنفي عشان يطلقني. مش مهم، انا المهم عندي انها تبعد عينيها عن شحت ابني. والمهم انك تفضحيها قدام الناس وتكشفيها وتعرفيها انك عرفتي كل حاجة. لا يا حلوة، مش دلوقتي، لسه ما انش الاوان. ولعلمك انا لو كشفت كل الكلام اللي معايا دلوقتي هي هتنكر كل حاجة. بس ساعتها مش قادر تقرب من ابنك عشان هتخاف تتهميها فيه. عندك حق يا علي، بس انا على بال ما اكشف لها القديم والجديد ابني لازم يبعد عن عينيها. عندك حق، لازم يبعد عن عينيها. انا قلبي مش مرتاح للي حصل لك، حاسه ان ده بقس من كيداهم. وهي كيداهم هتعرف سعيد الميت ده منين؟ بس انت عارف كيداهم كويس، لو عايزه تعرف اي حاجه في الدنيا بتعرفها، دي لها الف سكه والف طريقه. مش عارفه، انا مش مرتاحه للي حصل. مش مرتاحه ازاي يا سناء؟ قلقتيني، طمنيني. الله يخليكي. انا قصدي ان لو كيداهم كشفتك وعرفت ان انت ابن حلاوتهم يبقى كشفتني انا كمان، وعرفت موضوع الابن المزيف، يبقى كده هتتاكد ان اللي عملته عليها ده كله كان فيلم. يا نهار اسود، ايه ده؟ انا ما خدتش بالي من الموضوع ده. ازاي يا سناء؟ ربنا يستر يا شحته. دي اكيد بتفكر دلوقتي ازاي هتنتقم مني انا كمان. لا بقول لك يا بت، انت من بكره مفيش شغل، مش هتنزلي تاني عشان تعملي الكمين ولا حاجه وتقولي انك سرقتي الجيم وتخش السجن. خلاص، احنا من النهارده اللعبه بقى على المكشوف. يا نهار اسود، مين ده؟ بنت سناء. ايه؟ ما تفتحيش ولا افتحي. بصي، ما اوعي تفتحي الا لما تعرفي مين اللي بره. ايوه، ربنا يستر. مين؟ افتحي يا سناء، انا حلاوتهم ما تخافيش. مين؟ حلاوتهم امك. طمنيني طمنيني، شحت عامل ايه؟ كويس كويس. اما انا هنا يا اما اهو. شحته شحته حبيبي، طمني يا ابني عليك، طمني. انا اقعد استريح. الحمد لله يا اما، بس مرعوب قوي قوي. طبعا معاك حق، عشان كده انا جايه هنا اهو. انت لازم تختفي، سيب الشقه دي. نسيبها ونروح فين بس؟ نروح شقتي القديمه. ايوه يا اما، شقتي القديمه موجوده، انا ما سبتهاش. بنت السناء كانت بتدفع ايجارها، ولو رحت هناك ما عادش هشك ابدا ان انا قاعد فيها. خلاص، روح اقعد فيها لغايه ما ادور لك انا على شقه كويسه في اكتوبر، لما نشوف بقى الست دي ناويه لنا على ايه. كيداهم كيداهم. في ايه؟ خضتني الله يحرقك. مفيش حاجة يا حبيبتي، أصل لقيتك رايحة جاية رايحة جاية، مش معانا خالص. مالك؟ أنت مالك؟ مالي بجيبي؟ أنت مالك رايحة ولا جاية؟ أنت عاوز مني إيه وأنت عامل زي اللزق مغيرة كده؟ إيه يا أخويا؟ فين الغندورة بتاعتك السمباتيك؟ جوجو راحت مع أخويا يشتروا ملابس رياضية. بفلوسي وفلوس بناتي؟ ما تشتريش ليه ملابس رياضية هي وأخوها؟ ها؟ عشان تلعب الرياضة وتعمل الوك بتاعها، وأنا الفردة النايمة. أيوة قاعدة جنب البنات، أمال إيه؟ أخرط في البصل والقوطة، أمال إيه؟ أنا ورايا حاجة غير كده؟ أوعي تقولي كده، أوعي كيداهم، أوعي. أنت الفردة النايمة، ده أنت صح يا بلد، ده أنت السمنة البلدي، ده انت على قلبي زي العسل. عسل اسود ومنايل يا راجل، اتكسف على دمك. اياك بيخيل عليا الكلام ده. كان زمان وجابر يا ابو البنات. الو. ايوه يا متر. ازيك يا ست كيداهم؟ انا كويسه الحمد لله، وانت عامل ايه؟ انت فين؟ يعني ما بتساليش عني؟ لا 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 لا، ولا يهمك. انا بس عندي ليكي خبر مش كويس. الباقية في حياتك، في سعيد الميت النهاردة. أبدا، مات في حادثة موتوسيكل، كان بيحاول يقتل شحتة ابن حلاوتهم، معرفش جه لوري صدمه. زي ما بقولك كده، بس انا واخد على خاطر منك قوي يا مدام كيداهم. لما يبقى في موضوع كبير قوي زي ده لازم تشركيني فيه، ما تخليش واد غشيم زي ده يضيع الدنيا. عرفت منين؟ عرفت بالظبط صاحبي بتاع المباحث الجنائيه، الله يستره، ما رضاش يجيب سيرتي في التحقيق ويقول ان انا كنت بتحرى عنه. كان زمان رجلي جت في القضيه.
ماشي ست كيداهم. انا بس حبيت اقول لك علشان تبقى عارفه كل حاجه بالظبط. عينيا ست كيداهم، مع السلامه. كيداهم كوكو. ايه يا راجل انت هكاكي، عاوز مني ايه؟ انت قاعد على الواحد عاوز مني ايه يا اخي؟ مش عايز حاجه، بس كنت عايز اعرف مين الراجل اللي كنت بتكلميه في التليفون ده. وانت مالك، بكلم مين ولا بكلمش مين؟ يعني ايه؟ انا جوزك، من حق اعرف بتكلم مين بالظبط؟ بكلم المحامي ارتحت. طب ما تقولي كده يا حبيبتي، قصدك الاستاذ سامح؟ لا، احمد عبد المقصود. ويطلع مين احمد عبد المقصود؟ لا بقى، ده انا اجيب لك رباب واحكي لك قصه حياته. بقول لك ايه، انا العفاريت دلوقتي بتتنطط في خليتي، انا مش مستحمله حاجه، سامعني ولا لا؟ اوعى يا شيخ من وشي. كده يا سعيد تعمل فيا انا كده، تسيبني لوحدي في الدنيا، انا ما كانش ليا غيرك، اقصى عليك. تبعني تبعني وتبيع صاحبتي عشان الفلوس؟ كنت جاي تقولي نتجوز، كنت عايز اتجوز بفلوس خيالة. فاكر ان ده كان ممكن يفرحني. كسبت ايه؟ كسبت ايه دلوقتي؟ رحت انت وحرقت قلبي عليك، وكنت هتخسر لي صاحبتي اللي ماليش غيرها. الله يسامحك، الله يسامحك يا سعيد، الله يسامحك. بقول لك يا بت انت، انا مش ناقصاكي ولا انا اصلا فاقر خفه دمك دي على الصبح. ليه مالك في ايه؟ يا بت انت ما تفهميش، بقول لك انا مش ناقصاكي ولا فاقر خفه دمك دي. طب قولي لي، طب في ايه؟ عبد الرحمن يا كريم. ماله بودي؟ مش عارفه يا كريم، انا مخضوض عليه قوي. بعد ما كنت بغير له 4 أو 5 مرات في اليوم، بقيت بغير له كتير قوي. يا شيخه حرام عليكي، خضتيني. بقى يعني الواد عشان بيقح شويه خلاص عملتيها مشكله؟ ليه عنده برد؟ لا يا كريم، الموضوع مش موضوع برد، الولد حالته بتسيء، وبعدين الموضوع ما هبيتكرر. قصدك ايه يعني؟ انا خايفه الواد يكون ورث مني السكر يا كريم، بس انا اقدر اتحمله، هو هيتحمله ازاي بس؟ يا شيخه فضل الله ولا فالك ما تقوليش الكلام ده، بعد الشر عليه. سكر ايه بس وبتاع ايه؟ ما تزعليش يا بوس، انت عارفه انا بحب عبد الرحمن قد ايه يعني. ادعي له يا كريم، ادعيله ما يتعذبش زي ما انا تعذبت. ربنا يجيب العقاب سليم، انا بكره ان شاء الله لازم اوديه للدكتور. وبعدين معاك يا حنان يا بنتي، يا بنتي حرام عليكي اللي بتعمليه في نفسك ده. اعمل في نفسي ايه يا ماما؟ ما انا كويسه اهو. انت هتضحكي على مين بس؟ بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ ده انا امك يا حنان، انا اللي مربياكي وحافظاكي يا بنتي. اه يا ماما، اللي حصل ده مستحيل حد في الدنيا ممكن يستحمله. ليه يا بنتي؟ هو انت اول واحده جوزها طلقها وخطب واحده تانية؟ والله يا ماما مش ده اللي مزعلني خالص. عارفه لو كان خطب اي واحده ما كانتش هتفرق معايا. الجواز والطلاق ده اسمه ونصيب، حاجه بتاعت ربنا. انما يروح يخطب اخت سميحه عكاشه، اهو ده اللي انا مش قادره اصدقه. معقوله يا ماما انا كنت مخدوعه فيه اول الدرجه دي؟ عارفه يا ماما انا كل اللي قاهرني ومزعلني انه باع نفسه، باع نفسه عشان مصلحته، واني ندمانه على كل لحظه انا عشتها مع البني ادم ده. احنا يا بنتي خلاص بقينا في زمن غريب، كل واحد بيفكر في مصلحته بس. انت فكرك ان هشام عايز يتجوز اخت سميحه عشان بيحبها وميت قوي في دبادبها؟ عارفه يا ماما انه ما بيحبهاش، علشان كده انا مصدومه. انسان غريب باع نفسه عشان مصلحته. خلاص يا بنتي، اللي زي ده لازم ننساه، نشيله من دماغنا، ما نبكيش عليه لحظه، ونحمد ربنا انه كشفه لينا بدري
صح ولا لا؟ انا خلاص يا ماما، كل المعايير اللي كنت عاملاها لاختيار شريك حياتي خلاص انهارت. انا اكتشفت ان كل اللي كنت بحلم بيه غلط. عارفه يا ماما، عارفه تجربه هشام دي فتحت عيني على حاجات كتيره قوي لا يمكن كنت اتخيلها. ما هو محدش يا بنتي بيتعلم ببلاش. قالوا على راي المثل، الضربه اللي ما تقتلش تقوي. عندك حق والله يا ماما. صحيح انت ما شفتيش حليمه النهارده؟ ما شفتوش بقالي شويه كده. ليه بتسالي عليه ليه؟ انت ما تتصوريش يا ماما حليمه ده فادني قد ايه الفتره اللي فاتت. قواني وقواني وخلاني اشوف الدنيا بشكل تاني. ولا وفيك الخير يا حليمه. بس انا بقى مش عايزاكي تقولي الكلام ده قدام ابتسام، لحسن البنت تفهمك غلط. يا بنتي ما حدش لا يعرف نيتك ولا جوه نفسيتك ولا ايه؟ خير يا دكتور؟ طمني ايه الاخبار؟ احنا هنعمل له التحاليل دي وان شاء الله تجيبه لي تاني. طيب من الكشف المبدئي حضرتك شايف ممكن يكون عنده ايه؟ ما تسبقيش الامور وان شاء الله خير. اتفق لي يا حبيبتي، ان شاء الله خير يا دكتور. متشكرين جدا. شكرا، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى القصة طلعت كتاوت موجود؟ موجود. نقول له مين؟ قول له الرئيس حليمه. الرئيس كتاوت. يا رئيس طلعت. ايه يا واد؟ الرئيس حليمه عايزك. ماشي. اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا يا طلعت، صباح الفل. ده ايه النور ده؟ عامل ايه، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله يا ريس. طمني عنك. عاش من شافك يا ريس. الله يخليك. انت فين امال؟ ادينا عايشين. بقول لك ايه، كنت عايزك في مصلحة كده. ايه هي؟ عايزك تعلمني حاجة في ميكانيكا العربية بس بعيد عن الورشة. ميكانيكا عربية وبعيد عن الورشة؟ ده شكله موضوع شقاوة بقى يا ريس. هو كده.